تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات على مستوى الصفحة هنا باسم المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة الصفحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وقبل كل عمل أدخل على الصفحة الآن أثناء البث، أو لو ظهر لك علامة المتابعة أثناء البث أعمل عليها متابعة عشان تاني تجيك المنشورات بتاعت الصفحة وتجيك اللايفات، لأنه الناس اللي بتقول الصور الصفحة بقت ما بتظهر لي، يا قلة التفاعل يا إما إنه أنت ما عامل عليها مثلا متابعة. فعلى أي حال أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأي زول سامعنا يعمل معانا لايك، يعمل معانا مشاركة. اللايف ده إن شاء الله بإذن الله مختصر، ونحن دائما بقينا نختصر اللايفات نسبة لأنه مسألة الميجا بايتات بتاعت الناس يا جماعة كويس، وأنا ظروف وإنتوا شايفين الناس معاني الآن اللي هتدري. على أي حال كيف أخباركم كلكم؟ إن شاء الله طيبين يا إخواننا. والله الذي لا إله إلا هو، ما في فرق بين الزول اللي بيموت بالرصاص بتاع العساكر في الشارع وبين الزول اللي بيموت في المستشفى بسبب قطعة الكهرباء، ما في فرق بيناتهم كويس، ما في فرق أبدا. أحد الشباب بتواصل معي من مبدة الحارة 12 تحديدا، بيتحدث عن إنه إحدى أمهاتنا الكريمات اسمها حجة حواء ساكنة في مبدة الحارة 12 أصيبت، عندها أصلا أزمة، وأمس مع قطعات الكهرباء والكتمة الحاصلة أصلا في الجو بقى المنفذ الوحيد، المروحة، المكيف، الشنو دي كلها بقت ما في كويس في الحارة 12 كويس، مما أدى لوفاتها كويس حالا، وكانت حاجة محزنة جدا كويس. في الحارة 12 ومبدة كويس، أزيدك من الشعر بيت، ربنا يتقبل المسكينة ويصبر أهلها، أزيدك من الشعر بيت في صالحة مربع واحد شرقي والبكراوي كويس. الليلة حصلت حالة بتاعت وفاة في اليوم اللي هو أحد أعمامنا الساكنين في الحي اسمه عمنا يوسف علي، ربنا يتقبله ويرحمه، ربنا يتقبله ويرحمه، اللي هو ساكن في الشارع الرئيسي شرقي والبكراوي في صالحة كويس، شرق النجار خلاص بتلقى الصيوان كويس، ربنا يتقبله ويرحمه. ده توفى برضو بسبب بتاع أزمة خلاص صدرية، ولما انقطعت الكهرباء هيجت عليه الأزمة خلاص، لدرجة إنه بيجي يرسل يجيبوا له بخاخ فهمت من الجيران بسرعة، تلقى بخاخ قبل ما يمشوا الصيدلية ولا غيره، ربنا سخ، لكن كان متأخر جدا كويس، كان خلاص ربنا سبحانه وتعالى حكم حكمه كويس. فرحمة رحمة الله عليه، ربنا يتقبله ويرفع مقامه إن شاء الله ويجعله هو. وطيب ديل ناس نحن عرفنا سينهم، طوانا أتمنى دولين بالرحمة يا جماعة خلاص. ديل ناس انت اسمع الكلام ده، انت مش قاعد مغترب بس برا السودان، مش قلبك نقضان واي حاجة وعينك ما رجع لأسرتك وكده خلاص. طيب انت تخيل الحاجة قد تحصل لزول في أسرتك زي ما انا متوقع فيهم ده، ما هي الحكاية دي ما بتفرز بين دمنه ودمنه، الحكاية دي لا بتفرز بحزب ولا عسكر ولا مدني ولا غيره، الحكاية دي زي ما قال الحميات اللي بتنطلق، ما بتفرز العدو من الصديق كويس، وكلها نعم بأجال الله وبأمر الله، لكن انت مالك يعني الا تخلي المسألة يعني خلي الزول يموت موت الله، كلنا نموت موت الله كويس. فأنا ما عارف أقول لك شنو الآن الحالة، الوفيات ديل شهداء إن شاء الله عند ربهم كويس، ديل شهداء، انت ذاتك اهتم بأمر ديل، يعني الشهيد ده ما إلا اللي بيقع في الشارع، يعني الشهيد ده ما إلا اللي بيطعفص المدرعة، يعني الشهيد ده ما إلا الزول اللي جاته رصاصة، لا ده زول هنا استشهد مسكين ساي عيان بسبب قطعة الكهرباء هيجت عليه، بتمشوا من وين قدام رب العالمين؟ انتوا كمسؤولين بتاعين كهرباء قاعدين للفساد، مصعب بلملم في الملفات والله في اي لحظه توقعوا لايف كويس، بلملم في الملفات بتاعت المسؤولين بتاع الكهرباء والله، لدرجه المدراء التنفيذيين ولدرجه اي موظف قل ولا كبر، اي زول عليه فساد. ونشكر كل من مدانا يا اخواننا بملف، نشكر جدا جدا، ده كلام فارغ فهمت، نحن ما دارين مصلحه شخصيه، الكلام ده احنا بنقوله عشان هم يصلحوا شغلهم، لانه بعدين الكهرباء دي بيجيبوا لك في بيت ناس احمد الضيبه لو بيجيبوا لك في المنطقه كلها في السودان كله فهمت، عشان كده اضغطوا خلاص من خلال تعليقاتكم، اي لايف لقيتوا بتتكلم عن الكهرباء شيروا في جروباتكم كلها، اي منشور لقيتوا بيتكلم عن الكهرباء ساعدوا اكتبوا صفحة. يا اخواننا الحقوا كويس، ديل ناس اهلكم بيموتوا بسبب قطعه الكهرباء، بيموتوا بسبب قطعه الكهرباء
انت قادر تتصور معايا الكلام ده كويس؟ الليله بيقول لك امبارح ذكرناه في اللايف بتاع امس انه نحن دايرين ندي المواطن 60 ساعه اسبوعيا. سمعت لكم تدحرج وانهيار خلاص يعني و و و, و يعني ما عارف اوغلوا في اهانه الشعب السوداني هؤلاء الناس كويس. سمعت لكم عذر اقبح من ده وسمعت لكم عرض اسوأ من ده. يقول لك والله يا اخي نحن 60 ساعه اسبوعيا ان شاء الله المواطن ينعم بالله. يا جماعه ده كلام محجوب. محمد بيقول صراحة القصة زادت عن حدها وده استهتار ولا مبالاة وإهانة للمواطن. يلا زي محجوب ده نحن الآن عايزين إنه خلاص إنه يتحر زي ده إنه يظهر أكتر في إمتى وتنتظر هنا اسمه شنو تنتشر تعليقاته وغيره لأنه بيتكلم عن قضية مهمة جدا. يا ناس ألحقوا الموضوع ده خطر. القطعة بتاعت الكهرباء دي هم بيتكلموا عن انه عندنا مشكلة بتاعت ميجاوات بتاعت كهرباء وعندنا مشكلة بتاعت فيرنس وبيتكلموا عن عدم صيانة للمحطات. يا زول القدم فيكم منه؟ اي زول شريف من اللاب يسموهم من ناس الكهرباء، اي زول شريف رفع تغريره وقال يا اخواننا الوضع ده خطر الان ودايرين صيانه عاجله فهمت وقدمها يطلع يورينا لها في مؤتمر صحفي. انتوا بتستهتروا بالناس مالكم ما بتمرقوا مؤتمر صحفي. تستهتروا بالناس؟ انت قال قطعه الكهرباء دي الا عشان التليفون عليها تقفل يعني شنو يعني؟ انت قال القصه الا التليفون يقفل؟ القصه ما هنا. القصه في انه في ناس بتموت فيها. القصه قصه بتاعت انها بتزيد لك من اوكار الجريمه. القصه قصه بتاعت انه في ناس عندها ازمه عندها قلب عندها شنو؟ في انت؟ والله اسمعوا الكلام ده كويس، خلاص؟ اسمعوا الكلام ده كويس. الكهرباء الان مسؤولينها بيتحملوا المسؤوليه. كويس؟ بيتحملوا المسؤوليه عديل ناس الكهرباء. كويس المسؤولين بتتحملوا المسؤوليه. العساكر من برهان لحميدتي لشمس الدين للعطا لجابر كلكم بتتحملوا المسؤوليه بشكل واضح. كويس بتتحملوا المسؤوليه بشكل واضح. انتوا الان بتكذبوا على المواطن وبتيجي تقول انتوا واقفين معاه والمواطن شايفين انه هو بينجب في النار. المدنيين في مجلس السياده ناس عبد الباقي السلام عليكم، ناس سلمى السلام عليكم، خلاص البقيه كيفكم طيبين؟ ان شاء الله بخير، قاعدين يعني عباره عن بيادق زيكم زي ناس صديق تاور والنصيبه دي ما شايفين بالمناسبه النصيبه دي، فهمت؟ صديق تاور شنو ده؟ فهمت؟ زيكم كده ما انكم اي فايده ولا العساكر زي يحترموكم، فهمت؟ فيبقى انا ما قادر افهم ليه نحن نعاني المعاناه دي. كويس؟ يا اخي ما ممكن بابي كده الزمخشري بيقول والله يا سي معاه لايفك ده شالوه. اها تخيل كويس اتخيل. طيب قال وين حميدتي ما كان جاري ورا الموضوع ده؟ ما يا احمد خلاص الموضوع اخذ شو هو تاني ما محتاج في انت هو اخذ شو خلاص ظهر انه هو مش زار. هو لو صادق جد جد المفترض يجي في باقي الايام كلها. هو لو صادق جد جد في الموضوع ده ولو البرهان صادق المفترض يجي في الايام كلها. لو شمس الدين لو سلمى عبد الجبار ولا غيره لو اي زول مسؤول. انا داير افهم مدير الكهرباء ده قاعد وين؟ مدير الشركة القومية للكهرباء ده قاعد وين؟ خلاص الليلة مشاكلكم نزلتوه على مستوى القطاع الزراعي، على مستوى القطاع الإنتاجي بتاع الكهرباء بتاع الصناعة بتاع الزراعة بتاع الصناعة، خلاص حتى السكني، القطاع السكني ما رحمتوا الناس منه، اللي بيخلينا كده اللي بيخلينا نحن نصرف 60 ساعة، يا إخواننا أنتوا قبلانين بالكلام ده؟ انتوا شايفين خيار انه الناس تقعد 6 ساعة هنا 60 ساعة في الأسبوع بمعدل من 9.5 ل 10 ساعات يوميا الكهرباء قاطعة، يا أخي وريني كويس كويس. حنتكلم ان شاء الله يا اخواننا في لك التحيه يا استاذ منصور. يا اخواننا في اهلنا انا قاعد اتكلم دائما عن انه القصه السودان ده بس بيحسبوه بالخرطوم خلاص للاسف. خلاص قاعدين نتكلم عن انه في ناس للان الكهرباء ما جاتهم حتى كويس للان كويس. فالان حنعمل ان شاء الله الايام الجايه او الساعات دي حنعمل عنهم لايفات المناطق اللي ما دخلت كهرباء خلاص المناطق اللي للان بتعاني كويس. بيقول ده انتقام من الشعب السوداني مؤامره ظاهره كويس. طيب انا بسؤال هنا بساله ابو الفتح قال والله نحن من 5 صباحا حتى كلامك ده رايك شنو؟ وين يا ابو الفتح؟ كده حدد المنطقه وين؟ حدد لي المنطقه عليك الله كويس؟ حدد لي المنطقه وين؟ وفي ياتو حي كده وريني قول لي والله حي كده المنطقه كده فهمت هكذا. عمار حسب قال لي هل كهرباء قطع؟ كويس اها كويس ما قطع عليك اللايف ها قطعت برا كويس قطعها هؤلاء الناس. يا اسمه منو؟ في واحد كتب التعليق ابو الفتح علي. يا اخواننا كده ركزوا معانا في التعليقات والناس تعمل لايك يا شباب تعمل مشاركه. الصفحه دي الايام دي ضاربينها ما بتقدر تصل ما بتقدر تصل عديل للناس كويس يعني اقل من 1% فقط اقل من 1% من المشاهدين او من المتابعين للصفحه هي اللي بتصل لهم. طيب الناس دي بتعاني من قطوعات مويه بتعاني ما في مويه ما في مويه تذكروا الكلام ده
كويس. ام بداد دي روحها مرقت. الصالحات تعال امشي صريو، امشي العشرة، امشي الزرقان، امشي 53، امشي واحد، امشي 10، امشي 9، المربعات دي امشيها، امشي هيليجة، امشي القيعة، خلاص؟ كذلك الشقلة، شوف الاتحاب، شوف المربعات، شوف المهندسين، امشي لغاية العودة، مر لغاية ناس بيت المال وناس بروف وبانة، المناطق دي كلها، امشي ولا معاناة قدر شنو؟ وما ظنيت انه هي بس كده وانتهى الموضوع. خلاص؟ قال انت كده اديت رسالتك بالكامل، دمت زخرا يا راكز. بيني وبينك كلامك ده بيجيب لك الهوى يا استاذ محمد. اول حاجه شكرا لك، والله انا ما شايف نفسي لسه اديت الرساله، لانه الناس ديل يعني حقيقه بيستاهلوا، انه يعني المواطن بيستاهل انك تقيف معه، وديل ما دارين يخافوا والله في الناس. اما والله الهوى ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ما اعرف اقول شنو، ربنا سبحانه وتعالى بس يعني يهدي الناس دي. خلاص والله العظيم اقسم بالله الناس عانت. قال بديت اشاهد اللايف، شالوها، قربت احملك المسؤوليه. حياك الله يا اخي، ديل قتلوا البشر، خليك من انك يقطعوا الكهرباء. وهي قطعت الكهرباء ما قتل البشر يا ادم، وانت البني ادم ده بموت الا بالغزيفه ولا بالنووي ولا الكيماوي، البني ادم ده بموت بقطعت الكهرباء. نحن اتكلمنا في بدايه اللايف ده عن حاله بتاعت وفاه حصلت في صالح الليله، كويس، في شرقي وتبكراه في الشارع الرئيسي، حصلت الليله بسبب انه الكهرباء قاطعه، كويس. في النهايه قدر الله اوكي، لكن بسبب الكلام ده زول عنده ازمه وتهيجت عليه، والجو وراه مسخن وسموم وكتمه ذات ورطوبه عاليه جدا جدا، كويس. في النهايه الكهرباء لا في مكيف، لا في هواء، لا في حاجه، الزول طبعا يعني للاسف ربنا يتغبله. واتكلمنا عن حاله بتاعت وفاه في ام بدل حاره 12 عن حاجه اسمها حواء، والفصال اسمه يوسف علي، خلاص، احد الاعمام الكبار، ربنا يتقبله. نحن قاطعين في بحري شمال كهرباء ومويه. تسلم يا عبد الله، الله يجيب عليكم. بعدين يا جماعه اسمعوا الكلام ده كويس، كويس والله يسمعوا الكلام ده كويس. هؤلاء الناس قاعدين يسوقوا الناس بالدقدق، كويس، يعني يسوقوا الناس بالدقدق. كيف اقول لك؟ يعني انت دايرين بس ينقلوك بس امرك مظاهرات. يا اخي يا زول داير يمرق من حقه، يا اخي مش عنده راي، كويس. لا يحق لك انت كمسؤول تقتله، لا يحق لك كمسؤول تضربه، لا يحق لك كمسؤول انت هنا، اخي زول داير يمرق. لكن ما تجي تلقى الناس شغالين لايفات وتشبكهم الناس في شنو، انت في شنو، انت في ارواح الناس ونحن في ارواح الناس. انت مسؤول عن انت شغال واقف مع ارواح الناس مش كده؟ خلاص برضه نحن واقفين لك هنا مع ارواح الناس. الناس اللي بتموت دي انت الا يموت لك زول عزيز عليك ولا قريب حتى تحس بالازمه دي. هسه انا كلامي ده في ناس في السعوديه ولا في الامارات ولا السودانيين قاعدين برا ولا في امريكا، تلقى قلبهم دقه مع الكلام ده، لكن يا ساده هذا هو الحاصل. اي زول عنده زول عيان خلاص يخط نفسه انه قد يفقده، وانا اولكم اخط انه غد انه غد انه افتي غد انه يفقده، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كويس. يعني ليه؟ لانه البطوعات بتاعت الكهرباء ما فيها رحمه، ما فيها رحمه، ما فيها انسانيه، ما فيها اخلاق. قال البشير راجع، كل بلوى دي جابه منه غير البشير وحيوانه، خلاص جابه منه، دخلنا بالبلاوي دي اساسا منه، كويس. طيب ولكن للاسف الجبع دي بقى حرامي ومجرم، فهمت؟ الجبع دي كان عسكري كان مدني، جا غير بقى حرامي واجرم في البلد، فهمت؟ للاسف كل الان والله يا جماعه الله يستر رايته. كويس طيب يا اخواننا، في شاب قبل شويه قال الكهرباء عندهم قاطع، انا اسمه ابو الفتح تقريبا، انا منتظر التعليق، كويس. طيب قال والله نحن في الخرطوم صوب الاراضي 33 سنه ما عندنا كهرباء ليومنا هذا. يلا استاذ عبد الحميد، دي مسؤوليات برضه الناشطين الموجودين هناك، وايضا قضيتكم دي تصعدوها، فهمت؟ الان انا هنا ثاني ببص عليك، ذكرني بها في الخاص كثير، خلاص اخلي الناشطين برضه يتناولوها لك، كويس، وصلها للاعلام، فهمت؟ اعملوا فيها وقفات احتجاجيه، ما تسمحوا لمدراءكم بتاعين المحليات ان يلعبوا على كيفهم، ما تسمحوا لهم، فهمت؟ انتم مواطنين، انتم اللي بتفكروا، كويس. قال ربنا يصلح حال البلاد ويولي من يصلح، اللهم امين. شباب الصوت ده عندكم واضح تماما؟ لو عندكم الصوت ده واضح تماما يا ريت اي زول يعمل معانا لايك يا جماعه، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين، الداير يعمل دعوه ده بسرعه، ممكن يكتب دعوه، خلاص ممكن نستقبل نفرين ثلاثه سريع كده ونطلع، كويس. الداير يعمل دعوه هنا، قال الحمد لله الليله اننا ما قطعت، خلاص اسي ناس الصفحه، ناس الكهرباء بيشوفوا حسابك ده بحددوا محلك وين، بيقطعوا عليك ثاني بكره ثلاثه يوم. كويس. قال بري 10 يوم، طيب بري دي كان هدرت يوم واحد، موضوع المويه ده بجيبه في انت يوم لحظات بس كان مرقت، فهمت؟ يا اخي بري بتتصدى لها لقريب 100 حرامي يا اخي، فهمت؟ تسعه طويله وهم ذاتهم، والله انا بديت اشك، يا اخي نازل انتم متاكدين دي الحراميه؟ هم عارفين دي بري؟ لا هم عارفين هؤلاء الاغبياء، كويس؟ والله العظيم، فهمت؟ انا مستغرب
نازل قدام. اول حاجه بوري دي من الاحياء الاهاليه، من المناطق الاهاليه، يعني شنو؟ معلش يا جماعه، معلش في هجوم على اللايف يا جماعه، اللي هو قطع البث المباشر. يا ريت اي زول بيسمعنا الان يعمل لايك شير يا جماعه بسرعه، لايك شير، احموا اللايف ده وخلوه للناس. في ناس بتتكلم الان عن انه الاميه بتاعتهم ضربت، خلاص حددوا لنا يا جماعه. زول اكتب المعلومه كامله، خلاص قال والله يا داب جات في الريف الجنوبي الجمهوريه 200 قطعت هي استاذ عبد القادر. طيب في ناس بيتكلموا الثوره الحاره 21، ايوه ده ابو الفتح علي. طيب وابو الفتح قبيل، والله العظيم اتلخمت معلش مع التعليقات. ابو الفتح انت قلت قطعت منكم كم؟ من 5 صباحا مش كده؟ طيب يا جماعه ده سؤال، اها عرفتوا كلامي لما اقول لكم مدير الكهرباء بتاع اندرمان ده ما بخاف الله البته؟ اسي ديل تابعين له، ديل في اندرمان الثوره، يعني من رعيته هنا الكهرباء قاطع عليهم من 5 صباحا، فهمت؟ لغايه اللحظه دي معناه ده عطل، مرقت من القطع العام، معناه ده عطل خاص. هو مدير الكهرباء ده جاي يسوي شنو انتو؟ مدير كهرباء تندرمان ده مدير كهرباء تندرمان ده جاي يسوي شنو؟ هذا الرجل ماذا انجز؟ انت يا زول كان سالوك من غير ما انجزت شنو انت؟ انت انجزت شنو يا زول؟ يا زول ما تنوم بدعوات الناس وبغضب الله عليك يا اخي، يا اخي امشي يا اخي، فهمت؟ امشي صلح الغلط بسرعه، فهمت؟ واعتذر عنه، والا صدقني غير الغضب ما حتنال حاجه، فهمت؟ او حتظل تعاني ثم تعاني ثم تعاني، حتظل تعاني ثم تعاني ثم تعاني. البلد تعبانه يا اخواننا، البلد وصلت مستوى هناك ايه كويس، وصلت مستوى بعيد جدا. ما اعرف انا اقول لكم شنو، لكن اي قطع خاص واميه ضربت ما تتسامحوا في القصه دي، حملوا مدير كهرباء المحليه ومدير بتاع المنطقه المسؤوليه، فهمت؟ هسه اي عطل يحصل في صالحه دي نحن هنا اي زول بيراسلنا طالب ورينا، قطعت في جادين بيضربوا ورونا، قطعت في كده طوالي مكتب صالحه هنا طوالي الشباب بيحاضروا. انت جيل ده كلام فارغ يا اخي، كلام فارغ يا اخي، فهمت؟ طيب بيقول الناس تمشي تنوم في مغرات الكهرباء اصلا وما تقبل الا بمحاكمه زي مدير كهرباء ام درمان ده، اصلا ما تقبل به. قال صوتك يا احمد ماله يتقرش ولا ما سامع؟ والله ما اعرف ذاته كبيرنا ولا شباب، الصوت واضح يا جماعه. اي زول سامعني يا اخواننا يعمل معي لايك شير، اللايك اسفل الفيديو على يدك الشمال تحت، المشاركه اسفل الفيديو على يدك اليمين، الداري خش معانا بسرعه اكتب دعوه، لانه لما نعمل قبول للدعوات من حيث الهناي ما قاعد يقبل. ما اعرف ايتو فلسفه معينه كويس. قال مليونيات الكهرباء تتحرك كده الضغط ممكن كده الضغط، لكن يا جماعه انتوا معي؟ كان بطرح عليكم سؤال، هل انتوا معي في نقطه انه في تلاعب في العدادات بتاعت الكهرباء ولا لا؟ الكهرباء دي بتنزل كيف وبتلقاها كيف؟ يا اخي يا اخي ده خليهم، يا اخي ده خليهم، يا اخي الان ناس المزارعين حصدوا شوالاتهم قاعده ما قادرين يصدروها. وزاره الماليه جبريل قال لي بتاع البنك الزراعي انه هؤلاء الناس المفترض ياخذوا في الشوال السعر التركيزي 43,000. البنك الزراعي ما داير يدي الحكايه، بقت في مشكله بين جبريل وبين الوزاره وبين البنك الزراعي. كويس؟ وانتم عارفين جبريل ما بيسوي شيء كده لله كده، الا بشوف مصلحه حركته اول حاجه، وبشوفوا ذاته بيربح شنو ويكسب شنو وكده. فهمت؟ ويضحك اول حاجه حتى بعد ذاك هناك، وضحك ذاته يعني عارف والله يا اينا بيقعد معاه يوم كامل ده ولا نص يوم ولا غيره غايته تبعاني. كويس؟ فشنو؟ الان شوفوا البلد دي، شوفوا البلد دي وصلت لها مرحله الان. كويس؟ ما عارف انا اقول شنو، لكن بقول انه انا ما زلت اقول وما زلت اردد كمواطن سوداني انكم قادرين على حسم هذه المساله. كويس؟ نحن بنتكلم في البث المباشر، بنتكلم في اللايفات دي، بنتكلم في المنشور، بنتكلم في الشارع، بنوصل رسائلنا، خلاص انتوا ساعدونا فقط بالمشاركات، باللايكات، بطرح المواضيع في الاماكن العامه، في الفيس، في اي مكان، كل السفير اطرحه. وتذكر كلامي ده كويس، حتتذكر الكلام ده انت عارف 200 لا قدر الله لو فقدت عزيز بسبب قطوعات الكهرباء. اذا فقدت عزيز ولا غالي وربنا ما يفقدك ان شاء الله، خلاص؟ لكن اذا فقدت كده صدقني انت كده بتقتنع يا دوب بالكلام اللي قاعدين نقوله. الكلام كثير، القضيه صعبه، ما اريد الاطاله عليكم ايها الساده، لكن ان شاء الله خلونا نتواصل اكثر واكثر. السامع انا ما اعرف شايف التعليقات وقفت، اذا الصوت واضح لكم تماما اي زول اعمل معانا لايك شير، اذا كان البث واضح للجميع اي زول اكتب معانا لايك شير للفيديو. انا كتبت تعليق
ممكن الناس يا هدى انا عملت فيه عملت تعليق انه هل الصوت واضح كويس، هل انه الصوت واضح كويس، يعني احنا بنتكلم في الكهرباء وهناك الاليه الافريقيه وناس والدلبات شغالين شغل كبير، فهمتها؟ وبجاي هنا فولكر وجماعته، طبعا فولكر ده يا اخواننا معاه شمس الدين كباجي ومعه مجموعه من قوى الحريه والتغيير، ناس المؤتمر السوداني وجزء من حزب الامه والناس اللي هم الواسق البرير تحديدا، وبجاي هنا عندك من البعث العربي، ده اللي لاعبيننا مع فولكر انه يرجعوا للسلطه باي طريقه خلاص، او يمكنوا على الاقل يلقوا لهم استحقاقات 3% وامتيازات، فهمت؟ وبالمقابل في اطراف ثانيه الان هنا بجاي مع الاليه الافريقيه الوساطه. عموما انا ما داير اطيل اكثر، انا بس داير اتكلم عن موضوع الكهرباء ده. التعليق اللي انا مثبته ده يا اخواننا اضغطوا لنا فيه لايك عشان عنده ما واضح يورينا كويس، اللايك لللايف عشان يوصل اسفل الفيديو، لايك اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت الشمال مكتوبه مشاركه او اليمين دوس عليها شارك في جروباتك، شير معانا اللايف ده. لو انت بجد الان بتخوف من قصه قطع الكهرباء شير واطرح رايك انت زادك وافيدنا. ما حكتني ان شاء الله الكلام، شكرا لكم كثير.